أنا حينما أدعو الأخوة العلماء الأجلاء أن يبينوا سبيل النجاة لهذه الأمة، كيف تصل إلى الأمان الإلهي إن لم تستطيعوا أن تصلوا إلى نصرة إمام الزمان وتكونوا أنصارا لإمام الزمان؟ فلا أقل أن تحصلوا أمانا لأنفسكم إن لم يكن في الدنيا فأقله في دار البرزخ وفي الأيام الإلهية المقبلة. أنا أعلن ساعة الخطر التي يحتاج إليها الإنسان إلى كل مبادئ ومواثيق الأمان الإلهي ليتحصن بها، وأي زمان أحوج من هكذا زمان يتأوه منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحضرة أمير المؤمنين والأئمة جميعا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو معنى وجودي، أتجلسون وتتحدثون في أمرنا؟ قالوا بلى، قال والله إني لا أحب تلك المجالس، إنما يحفظ الرجل لذكره وعياله. فأين ذكرنا لرسول الله؟ رب أقوام كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم وهم في قعر جهنم، وهم لم يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا نحن لا نحضر معنا رسول الله والأئمة الطاهرين في أفئدتنا وقلوبنا؟ إنما يأخذ الله الناس بالعذاب لما يكتم العلماء من فضائلنا آل محمد. هذا حديث لرسول الله ومروي عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أدعو الناس أن يكونوا رهبان الليل وليوث النهار كأنصار حضرة صاحب الزمان. هذا مفتوح للاختيار، هذا مفتوح للامتحانات، هذا مكتوب في الميثاق والعهد والنصرة، كما كتب الله سبحانه وتعالى لحضرة سيد الشهداء الأنصار بنفس القلم، كتبت أنصار صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه منذ الأزل. لكن يا شيعة آل محمد، ما يمنعكم أن تحصنوا أنفسكم في الأمان الإلهي الذي سيكبر خطره عند أول قطرة من آخر الزمان ووقته؟